بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات ثاني ثانوي، اليوم شرح نتكلم عن درس الألكينات والألكاينات. الفكرة الرئيسية لهذا الدرس، الألكينات هي هيدروكربونات تحتوي على رابطة ثنائية فقط، واحدة فقط أو أكثر. أما الألكاينات فهي هيدروكربونات تحتوي على روابط ثلاثية. الألكينات روابط ثنائية، الألكاينات روابط ثلاثية. الأهداف تصف الصيغ البنائية للألكينات والألكاينات. تسمي الألكين أو الألكاين اعتمادا على صيغته البنائية. تكتب الصيغة البنائية للألكين أو الألكاين إن أعطيت اسمه. تقارن بين خصائص الألكينات والألكاينات بخصائص الألكانات. الألكينات هي مركبات أو هيدروكربونات غير مشبعة تحتوي على رابطة تساهمية ثنائية واحدة أو أكثر بين ذرات الكربون. ولأن الألكينات تحتوي رابطة ثنائية بين ذرات الكربون، لذا لا يوجد ألكين بذرة كربون واحدة. لا يوجد ألكين بذرة كربون واحدة. فأبسط ألكين يحتوي على ذرتي كربون ترتبطان برابطة ثنائية، هذا أبسط ألكين. والإلكترونات الأربع المتبقية اثنان، كل ذرة كربون ترتبط باثنان. تكون الألكينات المحتوية على رابطة ثنائية واحدة سلاسل متماثلة، من السلاسل المتماثلة صيغة رقمية ثابتة. فيمكن التوصل للصيغة العامة للألكينات من خلال الصيغة العامة للألكينات كالتالي CnH2n. من خلال هذه الصيغة ممكنك كتابة الصيغة الجزيئية للألكينات بشكل عام. تسمية الألكينات، تسمى الألكينات بالطريقة المتبعة في تسمية الألكانات نفسها، حيث تكتب أسماها بتغيير المقطع الأخير من آن إلى ياء ونون. ويسمى الألكان يتكون من ذرتي كربون الإيثان، في حين يسمى الألكين الذي يحتوي على ذرتي كربون بالإيثين. بطريقة مماثلة، فالألكين الذي يحتوي على 3 ذرات كربون يسمى ببروبين، والإيثين والبروبين أسمان قديمان أكثر شيوعا هما الإيثيلين والبروبيلين. الأسماء الشائعة للإيثين والبروبين هو الإيثيلين والبروبيلين. في تسمية الألكينات يتعين تحديد موقع الرابطة لتسمية الألكينات ذات السلسلة الكيميائية. هذا بالنسبة لتسمية الألكينات. ونفس الطريقة تسمى الألكينات الحلقية بحيث يحدد موقع الرابطة. نلاحظ هنا طريقة التسمية، نبدأ الترقيم من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية. بدأنا من اليسار، 4 ذرات كربون، إذا ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، إذا اسم المركب 1-بيوتين. إذا كان الرابطة في الوسط رح نبدأ الترقيم، 1 2 3 بيصير 2-بيوتين، نحدد موقع الرابطة. بالنسبة للألكينات الحلقية نبدأ الترقيم من الطرف الأقرب للرابطة، هنا رح تاخذ الرابطة رقم 1 2 3 بيصير نكتب 1 بنتان حلقي قبل راح نحدد التفرعات. تسمية الألكينات ذات السلاسل الحلقية، من خلال حل المسألة راح تتعرفين على طريقة التسمية. عندك هذه السلسلة، نبدأ نرقم أطول سلسلة موجودة، يكون بهذا الشكل، هذه أطول سلسلة. بعدين الأجزاء اللي تحت راح أعتبرها تفرعات. بدينا الترقيم من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية، فيصبح 4 و6 ميثيل واثنان مكان الرابطة الثنائية، ويسمى الألكان هبتين. إذن 4 و6 ثنائي ميثيل واثنان هبتين. هذا بالنسبة لتسمية الألكينات. خصائص الألكينات، تستخدم الألكينات مثل الألكانات، هي مواد غير قطبية. تعرف الألكينات مثل الألكانات بأنها مواد غير قطبية، لذا فإن ذائبيتها قليلة في الماء، ذائبيتها قليلة جدا في الماء، وتكون درجة انصهارها وغليانها منخفضة. لكن الألكينات أكثر نشاطا من الألكانات، والسبب وجود الرابطة الثنائية، حيث أنها تزيد من الكثافة الإلكترونية بين ذرتي الكربون، مما تجعلها مهيئة بذلك أو جيدة للنشاط الكيميائي. ينتج العديد من الألكينات بصورة طبيعية في المخلوقات الحية، فمثلا الإيثين
هرمون تنتجه النباتات على نحو طبيعي، وهو مسؤول عن عملية النضج في الفواكه، ويؤدي دور في عملية تساقط الأوراق أثناء دخول فصل الشتاء. ويعد الإيثين من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع مادة بولي إيثيلين البلاستيكية المستخدمة في صناعة كثير من المنتجات، ومنها الحقائب البلاستيكية وحبال وعلب الحليب. وهناك ألكينات أيضا مسؤولة عن روائح الليمون الأصفر والأخضر وأشجار الصنوبر. هذا بالنسبة للألكينات. أما الألكاينات وعبارة عن روابط ثلاثية، تسمى الهيدروكربونات الغير مشبعة التي تحتوي على رابطة ثلاثية واحدة أو أكثر بين ذرات الكربون بالألكاينات، وتشترك فيها الرابطة الثلاثية بثلاث أزواج من الإلكترونات، إحداهما يكون رابطة سيجما والأخرى يكونان رابطتي باي. يعد الإيثاين من أبسط الألكينات وأكثرها استخداما. الإيثاين أبسط الألكينات وأكثرها استخداما، وهو معروف في نطاق واسع باسمه الشائع أسيتيلين. تسمية الألكاينات، تسمى الألكاينات بطريقة نظام الأيوباك إلى أنه راح ينتهي بمقطع ألف وياء بدلا من ياء ونون مثل الألكينات. والصيغة العامة للألكاينات هي CnH2n ناقص 2. نلاحظ أن عدد ذرات الهيدروجين راح يقل بسبب وجود الرابطة الثلاثية، فمثلا ذرتين كربون راح يكون ميثان إيثان، فإذا اسمه راح يكون إيثاين. بروبان بروباين، بيوتان بيوتاين بتحديد موقع الرابطة، أو 2-بيوتاين. خصائص الألكاينات واستعمالاتها. للألكاينات خصائص فيزيائية شبيهة بالألكينات، وتخضع لكثير من التفاعلات التي تخضع لها الألكينات، إلا أن الألكاينات أكثر نشاطا من الألكينات بسبب وجود الرابطة الثلاثية التي تزيد من الكثافة الإلكترونية، ومما يجعل المركب أكثر نشاطا. استخداماتها، من المعروف أن الأسيتيلين ناتج ثانوي عن تنقية البترول، وهو ينتج أيضا بكميات كبيرة من تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء. عندما يزود الإيثاين بكمية كافية من الأكسجين يحترق منتجا لهبا ذا حرارة عالية، وتستعمل مشاعل الأسيتيلين عادة في لحام الفلزات. يستخدم إحدى مركبات الألكاينات في لحام الفلزات، ولأن الرابطة الثلاثية تجعل الألكاينات أكثر نشاطا من الألكينات، تستخدم كمواد أولية في صناعة البلاستيك. كذا أنهينا درس الألكينات والألكاينات، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.